تظل رسالة على لسان أفشة. ممكن البعض يجي يقول لأن أفشة دلوقتي بقى في النادي الأهلي بيقول كده، ولكن التاريخ لا ينسى أمثال أفشة ويسجل لهم مواقفهم على لسان كابتن أحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر. تعالوا نشوف وهو مدير كرة بيراميدز كان بيقول إيه عن أفشة ورغبته وحلمه في الانتقال للنادي الأهلي. أفشة لما قالك لما كان عايز يروح الأهلي ولا كان إيه اللي حصل بالظبط؟ لا بالعكس، أنا كنت مساند لأني حسيت إن أفشة حابب ده. يعني هو كان مشكلة الموضوع إيه؟ لما كنا موجودين في بيراميدز أفشة خلاص واخد قرار، هو كل تفكيره النادي الأهلي. مش بقى تفكير مادي، هو كل تفكيره دي للأمانة، للأمانة عشان كده هو بيستمتع وهو بيلعب في النادي الأهلي. حاسس إنه حقق هدفه يعني. بالظبط. لما جه بعد السنة الأولى واتكلم معاه، كنت وقتها موجود كمدير الكورة ومشرف عام على الفريق، فاتكلم معاه قلت له أفشة عايز تمشي النادي الأهلي مفيش مشكلة بالنسبة لي، بس يتقدم عرض رسمي لأن في الأول وفي الآخر في إدارة نادي يجب إن أنت تحترمها، وبالعكس لو الأمور تمام أنا ما عنديش مشكلة خالص. وهو ممكن تفكيره في جزء منه كبير أنا كنت مبسوط بيه، وعايز يحقق طموحه، عايز يحقق بطولات، عايز يحقق نجاحات مع النادي الاهلي، اكيد اسمه بيختلف. بيراميدز طبعا تجربه كبيره وتجربه مفيده، وانا سعيد ان انا كنت موجود في التجربه دي. ولكن طبعا انت بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على اسم كبير، مقارنه حتى في التوقيت ده صعب شويه. يعني ممكن شويه يبقى بقى بيراميدز يبدا يعمل جيل كويس وبالظبط. فطبعا هو نزل صوره بتشيرت احمر على الستوري وكتب عليها طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني هعمل ايه تاني؟ يعني اللي هو معناه انا عملت كل اللي عليا، يعني فاضل اني على اداره النادي الاهلي بقى ان هي تتحرك. طبعا الصوره دي جات لي رحت جايبه قلت له أفشة ما ينفعش كده، خصمت منه طبعا 250 الف جنيه وقتها. ياه. طبعا انا اول مره اعرف الموضوع ده. لا طبعا خصمت منه 250 الف جنيه. طبعا. وقلبك طوعك. طوعت. ده انا قلبي وجعني دلوقتي. يا عيني عليك يا أفشة، 250 الف جنيه في تيشيرت الاهلي. بقول لك لا مش في تيشيرت. تيشيرت لونه احمر. تيشيرت لونه احمر. بس الفكره كلها في ايه؟ هقول لك انا. بص الموضوع مش قصه ان ما هو خلاص انت واحد بالنسبه له هو مش فارقه معاه الفلوس، هو خلاص. قصه بالنسبه له خلاص شايف قدامه هو قصه بالنسبه له. خلي بالك على فكره أفشة وايد ان يكون بياخد في الاهلي عقده اقل من بيراميدز. ايوه ده وايد. انا ما اعرفش عقده في الاهلي كام. في الاهلي كام؟ بس انا عارف عقده في بيراميدز كام. وايد ان هو يكون ضحى ان هو عشان يروح النادي الاهلي. واعتقد ان هو يعني كسب رهان هو. التفاصيل احيانا هي اللي بتكون السر الحقيقي ورا ان انت تصدق اذا كان اللاعب عايز ده حلمه بجد ولا لا. أفشة لاعب اتعرض لخصم 250 الف جنيه عشان كان حلمه وتمسكه ان هو يكون داخل جدران النادي الاهلي اللي من هو صغير ده حلمه. في نفس اللحظه ودي مفارقات القدر، كان بعض اللاعبين اللي خرجوا عن سور نادي الاهلي وراحوا النادي اللي جه منه أفشة كانوا رافضين خصومات تم تطبيقها عليهم، وكانوا شايفين ان هم ما ينفعش يتخصم منهم. ايوه مفارقه، اللي اشترى الاهلي من اللي باع النادي الاهلي، ولانك اشتريت النادي الاهلي فالنادي الاهلي اداك كتير قوي، اداك تاريخ، اداك بطولات، اداك فلوس. وايوه في ناس ما بتحبش تسمع الجمله دي، ولكن هتظل حقيقه. هو ليه الجنيه في الاهلي ب 10؟ عشان اللي أفشة حسه، وعشان اللي اكتسبه أفشة من جمهور النادي الاهلي اللي لا يمكن يعوض بمال. وبشوف الجنيه في الاهلي ب 10 ده سعر صرف قليل قوي، الجنيه في النادي الاهلي بمليار، لان النادي الاهلي يقدر يديك اللي لا يمكن مكان تاني يديهولك. انا عاجبني جدا الكابتن احمد حسن اللي كان مسؤول في نادي بيراميدز وبيتحدث عن أفشة اللي راهن الرهان الصح. البعض طلع في وقت من الأوقات من نادي بيراميدز مسؤولين يتحدثوا عن فكرة الطموح والنادي الأهلي بياخد بطولاته ازاي، لكن العميد الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر وطبعا تاريخ كبير في كرة القدم بيتكلم وبيقول إن أفشة راهن صح، لأن الفروقات واضحة جدا حاليا بين الأندية، وإن الطموح الحقيقي هو النادي الأهلي. وعشان كده أفشة عشان اختياره النادي الأهلي وحارب على النادي الأهلي بيلعب بمزاج زي ما بيقول.